النادي الأهلي داس على رمضان صبحي وبقول لشوبير يلم نفسه. تصريحات صادمة لإبراهيم حسن نجم الأهلي والزمالك السابق. تعالوا نشوف إيه الحكاية. رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر بس خلاص اتداس عليه، وأحمد فتوح لاعب مش بروفيشنال ومقتنع إنه أعلى من أي حد وبيدمر نفسه، وبيقول لأحمد شوبير يهدى كده ويلم نفسه علشان جاب آخره. تصريحات صادمة صرح بيها إبراهيم حسن نجم النادي الأهلي والزمالك السابق خلال الساعات الأخيرة، وقال إبراهيم حسن: بقول لشوبير يلم نفسه لأنه جاب آخره، وبقول له اهدى وخليك في نفسك لأنك جبت آخرك معانا. شوبير لازم يعرف إن الحياة بتنتهي وربنا كرمه بكل حاجة، عايز إيه تاني؟ كمان حرص إبراهيم حسن إنه يعلق على أزمة تجديد أحمد فتوح مع الزمالك، وقال جمهور الزمالك مش هيزعل لو فتوح راح الأهلي علشان لاعب غير ملتزم وساب معسكر الفريق ليلة المباراة. اللي بيعمله فتوح في الزمالك هيعمله تاني في النادي الأهلي. لو النادي الأهلي قرر التعاقد مع فتوح يبقى فين مبادئ الأهلي؟ وقال كمان مبادئ الأهلي إنه يتعاقد مع اللاعب الملتزم. الأهلي مش هيقدر يسيطر على فتوح لأنها جينات، ده واخد قرار يبقى كده. لو مشي على السطر شوية وبقى ملتزم غصب عنه هيخرج برا السطر. فتوح بيدمر نفسه، دماغه رايحة في حتة تانية. فتوح لاعب مش بروفيشنال ومقتنع إنه أعلى من أي حد. أنت لو بتلعب في نادي صغير مش هتعمل كده، أنت بتلعب في نادي كبير، أنت بتتعالى على إيه؟ يا ريتك واخد 70 بطولة، أنت ما خدتش بطولات مع الزمالك، أنت عملت كام كروس في الموسم الحالي؟ أنا ممكن أنزل ألعب وأعمل نفس الشغل اللي أنت بتعمله، عاوز تسهر وتخرج أعملها، وسيب الكورة وامشي بشكل نهائي. قرار نادي الزمالك بإيقاف اللاعب وعرضه للبيع صحيح. كمان حرص إبراهيم حسن إنه يعلق على ملف تعامل النادي الأهلي مع رمضان صبحي، وقال: الأهلي تعامل مع رمضان صبحي بشكل غلط، اللاعب كان ناشئ وأصبح لاعب كبير كان لازم تقومه، ما ينفعش علي معلول ياخد 2 مليون دولار وتدوس على رمضان صبحي، إيه المشكلة إنه يتساوى معاه وفي نفس الوقت ما ينفعش اللاعب يتمرد، لازم يتمسك بنادي. رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر، بس خلاص اتداس عليه بعد رحيله من الأهلي، كمان اللاعب متداس عليه في منتخب مصر ومصر بتخسره، بس عندي سؤال، هو علشان مش موجود في الأهلي ما يروحش المنتخب؟ كمان وجه إبراهيم حسن نجم النادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق رسالة انتقاد لمحمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقال: محمد عبد المنعم لاعب مميز للغاية ولديه إمكانيات كبيرة، ولكن لاعب متعالي وعنده ثقة زيادة، الكورة ملهاش كبير، لازم يسيطر على دماغه، لما يجدد عقده مع الأهلي لازم يكون في حالة من الهدوء، ما ينفعش تدخل في جدال مع الأهلي، ولازم المسؤولين في النادي الأهلي السيطرة على محمد عبد المنعم. كمان علق إبراهيم حسن على صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد من فيوتشر للنادي الأهلي، وقال: فيوتشر هو اللي كسبان من الصفقة، وده بعد حصوله على 3 لاعبين على سبيل الإعارة لمدة 2.5 سنين.